وهي ما أنت هلك وحمل بدينا مضى الصومالية في عالم كنت بقى درسينه بعد ذي الشركة على مجال المدرسو الدكوبات كنا كحنا هاي سلعة وحبعين من دلابات من الرحم بارينينا عرب هذا الصومالينا وعدينه بعد ذا سدول الدمو رادكم لها لحوني شو شريف لحوني الجمهورية حليكم الجار كعك الصالة بلكا من وضيع هو محمد ولا حشمة بدن بدك اليوم جمهورية حدا يقوله إن شاء الله تقدر كنوع عصر صاص ولا رضق ماهي سمال أي صح كتاي مجرم قانونيا صح معها بدن ما نصح معها يوم محمد ولا دولة نمو أنت بصر صح معها شرعي فعل كأربوك مقصر كدعي شرعنا مدوك سنة دولة نمانا مدوك سنة ضد نمك هلانا مدوك سنة فضب الكوي لواتنات الدستور كم يلقاك فقرد يسكوبات وحكا لمرك لغا صوتك دق دقاق حرية دا قفك مواطنك أولوك الماما اسكد دا قف مسؤولية عصوك بطيق ومنعونا جمهوني بصوم رضي ودل كان ظروف أذب ودبا الكسو صاري هل كان هذا نفتي سخوري خطر بسوق لي ومدرح دي الكرام يقول هو مظن يسيقون الويني وهكي وحان عبدار مك عن كل جيدنا فعلك المعاصة دولة دي مدان جعلنا هاي قانون كان جعلنا هاي دستور كان احترام بدن يوينين بدن كوهينا دل كان يماشي بجوهين وهرف وصعوا رقاقان ربنا لكن وحي عن الدولة دي مكينين كده يمينو نفر أنا محاك إلى هذا الوحيد أنا محاوهي جل عمينا مكاعة مسلمين عبدالي ركول الله وحاس خلد إعاني وانا خلد شارنا خلد إعاني مانتن واخلد بليها دي سيسو على أنه واخلد حواقب حمكن وقواقب حمكن إكاد أنا كرتوه سو تقلت دول لما تيدا هوده يهوده الصومالي وقارن إيسان كون سغال بغول إيساقاشا إيشان يلسو مكيدالك أكتكت أي هوده الصومالي أنا اللالي ما ممكن للرؤية هي أرض صدنا صنعوا دوات هي أرض هي أرض سكانت كويس العرض هؤلاء لقاب هي أرض ساقات بلك الصومالي أو وين وما خارجين وما مرح بناني عن دلال أرض وصل غير هؤلاء سيلوسوا إلى هاي وما ممكن الصومالي يلوسوا إلى هاي وإذا حاجة جديدة بدنا على قم دور الجولين إذا رالك أها معنكم هذا قيبك البون والمجتمع والشغل ما رالك أيدي إن أي نصل نقطة هؤلاء ما ممكن تردين. من أقول رجس نقطتين اللي هو حس عن وعد وكان هنا عندنا من هؤلاء فرعين كبحر عدش نقطة هذا معقول معها ضدك لدينا يعني لو فان هي قوة ما ملدو دي شعب كودي إيه هيومانيتيريان كودي هو يرجعك لو في دينا ضدك لهر تاني هاي ديارهم ما نقرأ كره هؤلاء حين تعلق وأقول شيء عبدي عبد قابل كويه محام كده هؤلاء نحن عسكري هم لوسو عليو أو دولة دي محام كده دولة سومالية هو قرب سكاي دولة دي ما دو شالي ما أحم مانت ما وقصي يوم ريس شالي مانت ما يكتب بين الإنسان ضد بدن أسود سكاي إن هم وقت بعد يوضع قرب وقعد أنت جير الله صفر كان ده لو تبي حرونت أكاو لو تبي ما لح ده أكاو القضية دعوة يوحور بالله قري سي هؤلاء وضع باري سومرت ما أنت مركع إن أي دخل كنوع عاصة أو خب سياسة نبيه استعمالي أو كي إيه فكر دون وأكون عدالين يا إلى إلاده وح معقولة أو محمد رحمه الله الصومالي أي أقل ما أنا وأنا بيسك رايتس أنا حقولة أساس للشيء من أموادك يا دجانك يا ضدك الصومالي أي قلت هاي بحد جد وين مركع وحان رجيني نادولد إن دعك على قادو أي فهمت ولي وحان نادولد إن فهمته دل كان ماشي قيمة ماشي عمري ماشي قصار دول دمرنا ماستر محاكم هذا يتعوض إن قرن مخ عن كبير كل هذا دول قصار مقطع هقولسي يا يا أجرانشيو قمت الصومال تحديد عن كوز هذا كوز هنا لقوم الزاوية هاي الصومال الحكومة ما ضاع على روحه كبر كتب لقوم الزاوية دخل كان نوع عن الشارع دل كان كبر كبر دول دمرنا كبر كبر ما أنت الزاوية إنك تجرنا ودول دام كل هو يصير يصير دول دام كل مقارنة دعمنا دولة أنت حب بدنا شايف واحد واحد من ثلاثة تبدأ ضبط جديد ورمان تواصل كمان الوصول نقولنا وش الشيء دخل كل ما يشيل الندري عذر كل شيء نقول عي ما أنت إن هذا العذر كي أن دون دون الناي معنى بعض مسمى يسوع أرين تبع سوا حتى ما هو قبل ديها دل كان نظام فدرالي قاتل نبقون يأفرتي
shirki ugu dambeeyo dibad lagu qabto in bagaasa lagu qabtay ayaa dadka soomaalida isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato. 2012 kongareska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee kumeelgaarka lagu ansixiyana dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho. Nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukumada dalka ka jira adduunyada ka jira. Aayad qur-aana maaha, waa la bedeli karaa, waa laga guuri karaa, laakiin sidii sharci uu ku yimido dadku ay ku doorteenaa lagu guuri karaa. Dadka soomaaliyeed inay isusu tagaan yidhaahdaan federaalku waa naanfici waaye ee mara, laakiin anigaa jecel iyo anigaa neceb iyo anuu iga quman yahay iyo anaa awooddaydu kordhinaya anaa awooddaydu ku dhimaa ma galo, dheedheer ma galo. Waa rabitaanka dadku ku yimiday, waxaa looga noqon karaa, waa laga noqon karaa, laakiin waxaa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado soomaali isu imaado federaalku waa na anfici waa, laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka, mana diidi karaan, mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waayo oo ku salaysan yahay nidaamkaas. Dhib badanaa loo soo maray dhismihiisi wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad ay u ogtahay goobjoogi u ahay dowlad goboleed kasta dadka soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalo maxaad dhihileen maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamkaaguso warose socda waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol saxiya soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax saxa ma jiraan, laakiin wada dheerood eber aan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan loogu qabsoomay nidaamka federaalismka dhexdiisa dhibaataa ka jirto, wax badanoo dastuur xabiska qabyo aha jira, wax badanoo maxaan kore dadka soomaaliya inay ka doodaan iska wasaan dadbaanya jir, laakiin maaha dhalalawgiiiyo dhayalkaan guma bedeli karo lugumaha aadaadayn karo dhibaato. Iyo waxaan dowladnimadii dutii qaranka unaad aad su-aal gelisee dadka deegaanada degana tashadeen war hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana ay ka qaldanay sidaan si maahan ha la toosiyo in la yidhaahdo oo la dhex galo oo waxay u baahan yihiin. Waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karinaa dadku intay isu yimaadeen iswarsadeenay nidaamkaas haystay waxbaa ka dhiman. Hadday wax ka dhiman yihiin in la dhammaystiro oo si nabada iyo heshiisiin iyo dowladduna ay fududayso ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfisay isu keentay walaalaysaa laga shaqeeyaa, laakiin sidaani maaha. Iyo siyaabihii beriyo dhaweyta dhacay oo dhan si saxa oo maxaan ku dhahday dowladnimadeena saacadaysa maaha. Marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dowladnimada uu ku baahayay oo meel walba ku gaaray, laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska loo hadda ka shaqaynayo iyo midka raskan booli ka shaqaynayo iyo midka raas xaseer ka shaqaynayo, halkana xamaraa laga bedelayaa, dowladda waxaa bedelayso gabadha umuulisada ee maxaa ku yihahdaa baar dheere hooyada joogta umuulinaysa ama maxaa ku yihahdaa qandara muxuu ahay qoyska jooga umuulinaysa ama iiraan umuulin, halkana laga bedelaya sheekadaas. Taariikhdaas waa bog soo laabmay, bogi soo laabmay wuxuu ku qorraa inaan akrino macna ma samaynaysa bogan horyaal waxaa ku qoran inaan akrino waxna ku qoranna maanta waayo waxaa loo taagayaa. Marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa, laakiin marna ma dhacayso. Dowladnimada aan nadiina shaga aan hibanayno waa midaan sheegayo calaamo waxay ku bukootay laguma daawayo dib looguma noqon karo yaana marka lagu kadsoomi arrimahaas aan leedahay. Waxaa soo haray marka dadka soomaaliyeed aan rabaa inaan la wada warxintaas oo isku toosan oo dastuur qabya leh oo maxaan ku ihahdaa shuruucda dadankeedii leh oo waxay ku habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga keli laaya war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinine waxaan 1, 2, 3, 4, 5 dhiman ee 1 iyo 2 kalena ku beri kartiin fadlan ku dara aan idin kula darno. War maxaan ku ihahdaa dhinacaasa waddada inaga jirta aan aadno dadka lagu keli laaya oo ilaa iyo maanta sharciga si uu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay beedaba wixii ka dhacay galmudug waxa hadda ka socda kismaayo wixii ka dhacay maalin madow magaaladan dadka ku nool caasimada jamhuuriyadda sida ay ku taalo dadku inay noolaalayihiin dulqaadka dadka muqdisho ayaa dowladdan ku jirta. Dulqaadka iyo dowlad jacaylka ay qabaan dadka muqdishada kaogaan waxaan leeg dadkayaan laga dabageynin horena waa u dhahnay markana waa ku celinaynaa dadka marga laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo. Markii waxaas ay waayeen sharci wixii dhacwaa la garanaya
maanta wixii shalay dhacay dadkii ogaayo xanuunsanayaa qowray wili oo warmaya war meesha shalay inuu noqon karo war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba ah xuduuday leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka inaanay ku geynin meeshii ay kan nidaamkan federaalismka iyo dalka inay tashadaan wuxuu u yahay isbuuryo u dhexaysa oo inay isugu dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwaya dowladnimada federaalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kale ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsanahay qayb ka mid a hadii jirka xanuunsan tahay inteen kale inaan u gurmo kismaaya dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagu annagoon dowladda ahayn maanta aanu hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxaa ka socda meesha ina dhexgala wax badanna waa ka qabtay laakiin doorkii dowladda ka maqan dowladdu isku ma dayna hadii kismaaya wax ka qabtay yahay in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkashidaal kusii shubaysay dabkay shidaal kusii shubaysay inhor intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso marka waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaayey ay soo gaaray waxaan rabnaa nida intaas waaye arrimaha mudaan leenahay marka maanta dowladdeenu maxaa lagu aamin karaa waxaan dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qabano wadaal xitaa waxaa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduuddo lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanaya maalin walba waa soo yaraana maalin walba waa soo yaraana dowladnimada iyo sharciyada dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyada iyo dowladnimada muxuu ahaaye dadka soomaaliyeed dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba inta soo dhacayso soo yaraanayso oy soo waxaysanayso dhaqanada aan macnaha ahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaaxeynta hayda maxaan ku yihahdaaye waxa ay dowladdu ay ku bixiso waxaa qarashaadka iyo waxay maanta shacabka soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin maa muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacaya ku dhintay shalay iyo darraad ee qaarkood meykoodi mid banaanka yaalla ayay tahay dadka in lagu mobalaais gareeyo kuwii dhaawacayna aan daawoon kuwaasna aan reerahoodi iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqeynaa waxaas maxay u arkilaada u aadilaada muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinaya marnaan waxaan annagu laxa jeclo badanaa dowladnimada nala hayso khataraan u qaadana riski badana u marnay wax badanaan muxuu ahay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan warba ku celinay dastuurka aan maan warba ku celinay waa qabyo waa run inuu qabyo yahay laakiin aaday rabba caliya shalay asigaan kubarbaxay asaan ku meel marnay si aan ciladii ceeb u imaaninaan annagoo annagoo joogno dowladdii aan qabkeena iyo wixiina ahankeena aan gaabino si aan u qancino dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doortay madaxweynaha laisugu imaanayo nidaamka meelay ka dugsanay malahayn baarlamanka cisaan laisku doon kara baarlamanka hal joogo waa dhihi kara dadka quruurtooda iyo waxaa ilaalinayna iyo muxuu ahaa ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weyne hala sii kordhay muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waajib cid lagu qabsan kartay iyo cid loo diidi kartay ma jira dhaqanka dowladnimada suubada in la ilaaliyo teerada doo jirtaga dowladdaani iyo fafaaraha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u hanin dastuurka haddaan ixtiraam u haninna teerarkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teerarka hadduu dhammaado uu dhammaado waxyaabaha adaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyay waqti badan isaga dhuminay soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ku shaqeynay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqeyn kara rabitaankooda maaska socda kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaaficda riday ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaaficda riday ayaa maanta waxay leeyihin warheed ahay dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaalino midaan shalay waxay dhacay ogeyn maanta inuu yihaa maya dastuurka lagu dhaqmo maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana dhowrayaan
شعبك هذي احترامي ويان احترامي هليان قانون هذي دور ويان دورت المحور المهني محمد كله عقدة كل علنية دولة فدرال كأ يوغان كي حكومة يوم الحوينة وشعب أي دور تنبا سلع أي وحقوة دان صح ما أهان وضلا سني بدلان وضلا أي هايا مالحون أي قطة ماتا قرد أيري كتا عدا أون لغسو نغوكري وأي أرنما أولانا واسون جوغن دل كان سلطة بكسر دولة دعان آيان آه سون جوغن وحي دعا يوضن شرس لنورو مغان أي نورو مغان ولي كجوغن دعرف كما قرأينا دل كؤدن جوغننا وأنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يجب أن يكون في المنطقة هو 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 أن dalkii dunida shaahna deganaashiyaha qabna dal kale ma qabno baasaboor kale ma qabno daar kale iyo kuma lihin maasha aan ku baro ku baro ku baro ma kasoo shaqayno wulin aan idan joogno ka shaqayna rabna la xajacdaa naga hayso meel anigu dal kale ku xumaado meel kale aad ma aan ku bedesho warninka meel kale aad la hoob dal kale waxa yaali malaayiin Soomaalida dal kale joogtaan meel kale ma qabaan adeer waxa meel kale ka taqiin taay لكن دلتك إذا قال كيس بيت كيس هكو عيار كرامكم إيش أقول تعرف ما هو يعني كرام أول جد أن كان يدوي هذه آد أيام ما كلام هروحنا على كشرة عين نحن نشوف شريف واحد يسميه أستان يا فرينا تبقى صومالي وتبقى طاح قف قصة صومالي أو مواد عادي أم حوفي الكرام مركا قضياش قرن الدل كان يأسيره الله رأي الله تنسان مرنا الدولة أنا هاي مرنا الدولة كم الجارة هاي كسر صار يكوي كده بيه الدولة ده ملي حمر يسول بيسو طب يعني أنت بداهي جبوري ده أفتير الجيس جي هدي أنا الدولة ده ملي رحلة احترام كل حي مواد كعادة هاي هاي ده عادة سوق راح يعني كل ده غني سوق أما سوق بعد محمد كل بعد هاي الناس كل ده غني بحسوا إياهم حكومة قردان حكومة الجوجية وطلع الجوجة ونصح معها إيرانية دكة عن الوطو هذه هذا ما سنتين دكة صومالية مروا ربو حكومة الدارمية نبض إيرانية النبض دلقات كأي موجية وكو أماني هسين موجيين لكن حقوق دون لها إلى شيء حقوق دون لها إلى شيء لما أعنو سكر لما أعبوري كارتو حقوق دون لها إلى شيء سن نبضة ونبدل كجرت أو إلى شدة لكن يعني يلي إنه حوا هاي الأبيوس كريه أو محمد ولا دستور قانون الآن إنه قانون الآن إنه رقم يعني اللي يلي مرنا يعني اللي يلي لكن هذانا نبات وح أنرنا نبات وما ذا أدوك وعركة عط إيه النبات اللي قدون طار مذا في مدلان ما اسم مدلان قرح يبلاي إنه حوا بيكو على بيحسد على مديك عم وغفرن أولاد كان يخجل كان ما جري كرم لكن أتكلم نوم بدي سنة كور استعجلنا وحنا دبعي عضن كور استعجلنا فرن كور استعجلنا وضدن سو استعجلنا ما يعلم ما يعلم كيرا ما أهم دم بكرة مرتوا حنا لنا هاي نت سوماليا نبضة سوماليا نبضة مرة علمية وحنقول علمية سوماليا حق على ذا عين إيراشو أقولان إنه متعدي وحقوق هذا شق ناس قانون كاسو حق سير إيراشو ومدي محمد على دين الإسلام في خصوص إيراشو ولقد كرمنا بني آدم إلهي إلى قرآن الإسلام قوانين تا وضع إلهي من السوق الأموي يعني حرية إلهي تا قفر في حقوق إيس آدمها في حقوق إيس مواد النمو ويعبها هذه قال الله إلهي على شتانة الصومالية هذه هذا ما سنتين وصلاة الله كوي مدى حوين اسمايو او بيت ايا الله هرهري ان ديارده هو اي بحان اديك مكو جتا ملاحظة اياد ليس كسمايو ما انت متاقنو اسمايو الله هرهري وحكوينا ما انت تاقنو اسمايو ما قضيت ما قضيت قرام واي دالك سوماري يقول ان يدو لدي سجلتان كده واسفاش التاقن ايش نور اسمايو ما هم مركا يارو مش قول اسمايو ايه قدر انت كتا عيكاني قرر كسوماري ما انت تاقن شكرا جلالي تنلو شكرا